الطريق إلى السيطرة على هذا المكان لم ولن يكون بالأمر السهل. هنا فتحت أبواب الاقتراع وأغلقت أمام المصوتين في الانتخابات النصفية. داخل صناديقها وخارجها دارت منافسة حامية بين فريقي الجمهوريين والديمقراطيين. We bet on the people of Pennsylvania and you didn't let us down. And my promise to all of you is I will never let you down. Thank you Pennsylvania, thank you so much. هنا فاز حزب الرئيس. تحسن المزاج في البيت الأبيض. قد تبدو تلك الإشارات المبكرة للديمقراطيين أفضل مما هو متوقع، ما دفع جو بايدن مغردا بصورة مبتسمة مهنئا الفائزين من حزبه. Thank you to the Ohio Republican Party. We just got a chance to govern. أما هنا فقد خسر حزب الرئيس. قد تنقلب الطاولة ويصدق استطلاع مؤسسة إديسون للأبحاث لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة، حيث أظهر الاستطلاع أن نحو 7 من كل 10 من المقترعين لا يؤيدون ترشح الرئيس جو بايدن لولاية رئاسية ثانية. لكن في الوقت نفسه أعرب نحو 6 من كل 10 عن رأي سلبي بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب. بين رهان الديمقراطيين وتطلع الجمهوريين تبقى الموجة الحمراء قيد الانتظار لتحدد ملامح أداء رئيس البلاد خلال الفترة المقبلة في انتظار ما تبقى من نتائج. عصام عبد السلام، الحدث.